في لجنة الخدمات بالاستضافة لمحافظة البصرة للمحافظ والكادر المتقدم للمحافظة للاطلاع على مشاريع البصرة والوقوف عليها. الكل لمسنا أنه الكل داعم لمحافظة البصرة والنهوض بمحافظة البصرة لأنها تمثل الرئة الحقيقية للرئة الاقتصادية للعراق. استعرضنا اليوم المشاريع الحالية والسابقة والمستقبلية والخطط للنهوض بمحافظة البصرة والتقدم إلى مشاريع أفضل ولخدمة المواطن. الأخوة في لجنة الخدمات أيضا عندهم بعض الملاحظات إن شاء الله ستؤخذ بعين الاعتبار للنهوض بكل مشاريع الخدمية للمواطن. هي بالنتيجة تأخير يعني إطلاق التخصيصات، الآن أطلقت من قبل وزارة المالية، ستمول لكل المشاريع التي المشاريع المستمرة وستدرج من ضمن جدول هائل لأقره مجلس النواب الموقر. المشاريع الجديدة إن شاء الله أنه ستباشر بالإحالات وإدراجها من قبل بعد إدراج عفوا من قبل وزارة التخطيط. ونبقى في محافظة البصرة، إذ يعاني